صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. اهلين، صباح الخير لك ست شهد وللاستاذ ابراهيم. شكرا، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. بصراحه يعني يسعدك دكتور. بدايه احنا باجواء عيد القيامه لا نزال موجودين فيه، فبنستغل هذه المناسبه انه نعيد على سيدي صاحب الجلاله الملك المعظم، نتمنى له مزيد من كل عام الصحه والعطاء. وانت بخير لك ولابراهيم دائما. نعم، انت بألف خير. ثانيا، احنا على ابواب شهر رمضان المبارك، كمان هي مناسبه تستغل للصلاه والصيام وتنزيل الوزن والها طقوسها المختلفه. صحيح. كمان صحيح. بنبارك للسيدي وللاردن ولكل العالم بهاي المناسبه، ان شاء الله بكون شهر خير علينا وعلى الوطن وعلى الازم اللي احنا بنمر فيها حاليا. يعني ان شاء الله ان شاء الله. دكتور، يعني بدايه نتحدث عن الامراض المزمنه والتعامل معها في ظل هذه الظروف، هاي الأزمة، أزمة كورونا، وأيضا إحنا مقبلين على شهر رمضان، فشو بتحكي لكل شخص عنده مرض مزمن الآن؟ صحيح، يعني في أمراض مزمنة بتعيش مع الإنسان مدى حياته تقريبا. على رأس القائمة طبعا مرض السكري، يليه مرض الضغط، أو قد يكون الضغط والسكري مع بعضهم، يليه مرض تصلب الشرايين، أمراض القلب بشكل عام، أمراض الأجهزة التنفسية. معظم هذه الأمراض هي دائمة مع المريض مدى حياته، وهي بشكل نسبة كبيرة بصراحة عندنا في البلد وفي العالم، نسبة يمكن تتجاوز 25%، نسبة ليست سهلة. نعم. فكثير من الاتصالات بتردنا بهذا الموضوع، انه انا والله عندي سكر او عندي ضغط، هل مسموح لي اصوم؟ هل مسموح لي ما اصوم؟ كيف اتعامل مع الأزمة الحالية؟ شو المطلوب مني اعمله؟ فنحاول يعني نوصل رسالة بسيطة لهالمواطن، شو هو المطلوب منه بشكل عام. خلال يعني احنا مقبلين على رمضان، بعد يمكن يومين او ثلاث ايام بدخل علينا شهر رمضان المبارك. انا بحكي انه نهيئ انفسنا كمرضى الى هذا الفتره، اللي بيقدر يصوم طبعا، اللي عنده القدره يصوم، وضعه الصحي لما راجع الطبيب يسمح له يصوم، وليس كل المرضى مطلوب منهم يصوم بالمقابل. فهي هي فرصه لنا انه ندخل بهذا 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 الموضوع. بداية الصيام، تعرف يمكن بقعد 10 ساعات تقريبا او 12 ساعة بيستمر الصيام، اثنين بصير موعد الافطار. فالنقطة الأساسية اللي احنا بدنا نتحدث عنها هي موضوع الغذاء اثناء فترة الافطار، ما بين الافطار الى السحور. هذا بتضمن يعني مرضى السكري والقلب والضغط وكل هذه الامراض. الشيء الاساس المطلوب هو تقسيم الوجبات، يعني ما بين الافطار الى السحور في يمكن فتره 6 ساعات او 7 ساعات، نقسم هاي الوجبه الى الاكل تبعنا على 3 إلى 4 وجبات اساسيه. نعم. ما ناكل وجبه اول على الافطار عند الاذان، واللي احنا بلشنا ناكل وبعدين يصيبنا تخمه والام بالمعده واضطرابات مي. صح. لا، احنا بنقسم هاي الوجبات على الوجبه فترق. على 3 4 وجبات خفيفه. مريض السكري يفضل يتجنب الاكل اللي بيحتوي على حلويات، والعصائر بتحتوي على حلويات يتجنبها. مريض الضغط والامراض الاخرى مطلوب منه يشرب كميه سوائل كثيره، ومريض السكر مطلوب منه يشرب كميه مي عاديه. نعم. 7 إلى 8 إلى 10 اكواب خلال هذه الفتره. جدا مهم هذا الشيء، لانه قاعد حوالي 12 ساعه بدون اكل، فاحنا بحاجه الى كميه سوائل تعيد الدوره الدمويه بالجسم وتعيد نشاط الجسم الى وضعه الطبيعي، واذا كان علامات جفاف كمان كل هذه الفتره تروح. وطبعا الأدوية. نعم. يتناولوها، يعني مرضى السكري والضغط يتناولوها في هذه الفترة، يعني ويحرصوا على عدم نسيان تناولها. يعني صحيح. قديش هذا الموضوع مهم. صحيح. لو تنوه عليه دكتور. صحيح. الأدوية أخت الست الفاضلة، يعني هناك أدوية تستخدم مرة واحدة باليوم مفعولة بالجسم بظل 24 ساعة، فهي فرصة أنه نستخدمها، يعني يفضل استخدامها قبل السحور بصراحة، تتغطي أطول فترة ممكن إذا كانت حبة واحدة باليوم. هذول المرضى اللي بيستخدموا حبة واحدة باليوم. نعم. معظم أدوية الضغط هي حبة واحدة يوميا، قد يكون نوعين أو 3 أنواع، بس هي بتشتغل بالجسم حوالي 24 ساعة. فهذه إذا استخدمناها احنا قبل السحور شيء كثير مهم جدا، بظل ماشي بالجسم فترة فترة طويلة. نعم. مرضى السكري يفضل أنه أخذ الحبوب، إذا كان على حبوب ماشي قبل الإفطار. نعم. بوقت معين، بربع ساعة، بثلث ساعة، يأخذها قبل الإفطار، والجرعة الثانية تكون أقلا هي عند السحور، ونأجل السحور إلى أطول فترة ممكن. يعني قبل الأذان، قبل الإمساك أو الأذان بهيك، نأجل فترة السحور إلى أطول فترة. نعم. ممكن بصير معنا. يمكن مراقبة نسبة السكر في الدم كمان قد ايه مهم. صحيح. متابعة هذا الموضوع لمرضى السكري. أخ إبراهيم على السؤال. جدا.
مرضى السكر يجب أن يعمل فحوصات دورية بصراحة، يعني قبل الإفطار، عند السحور، مرات الفترة النهارية على الساعة 4 المساء أو 3 المساء يعمل له كمان فحص سكر، يشوف أموره وين 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 مصفي. قد يدخل في هبوط بالسكر بشكل مفاجئ أو يدخل بارتفاع بالسكر بشكل مفاجئ، مشان نتجنب إحنا هذول المضاعفات الأساسية اللي بتصير عندنا. فالمفروض أنه يعمل فحوصات دورية إلى السكر الموجود، وين صارت أموره، يعني لأنه إحدى المضاعفات قد تكون سيئة وقاتلة، نزول السكر بشكل أساسي لأرقام سيئة جدا، بدخل في غيبوبة السكري وبدخل بإشكالية وفي غنى عنها، أو الارتفاع المفاجئ بالمقابل كمان. يفضل أنه يعمل فحص دوري حتى يشوف حاله وين موجود المريض. ممتاز، هذا شيء ضروري جدا، وبالمقابل كمان اخذ الضغط بشكل متكرر برضه موضوع كثير مهم. بالضبط. يعني بالضبط. مثل ما تفضلت في البدايه دكتور بشاره، تحدثت عن موضوع يعني ان هناك حالات لامراض مزمنه يجب ان لا تصوم. صحيح. خلينا نحكي عن الحالات اللي بتستدعي عدم الصيام في شهر رمضان المبارك. صحيح، يعني ليس مفتيين احنا، بس احنا من ناحيه علميه طبيه نحاول ندخل بهذا مثلا مرضى السكري اللي يعاني من فشل كلوي، يفضل هذا ما يصوم، هذا بروح على يغسل كلى بين فتره والثانيه، كل يومين او ثلاثه بيغسل كلى، ومعرض باخذ مجموعه ادويه، فهذا مفروض انه فرضا يتجنب الصيام هذا الشخص. صحيح. المرضى اللي عنده هبوط حاد بعضله القلب، باخذ 4-5 انواع ادويه، وفي بعض الادويه بدك تاخذها كل 4 ساعات او كل 6 ساعات، بكون عنده تورم سوائل بالجسم، انحباس سوائل، هذا كمان يفضل انه ما يصوم. بالمقابل يعني الحالات المرضية هي شرعا مجاز من الصيام، بنسب حسب الحالة. نعم. الأمر أكثر من طاقة. مزبوط. أكيد. يعني ممكن كمان المريض بعد فترة بيكون قادر على تقييم نفسه. صحيح. تقييم وضعه، هل أنا بقدر أصوم، هل أنا مخول إلي إني أصوم، ويعني الشخص هو أدرى في جسمه، أدرى بجسمه، لأنه كل مريض يمكن له اتصال مع طبيبه، فقد يستشير طبيب أنه أنا والله بقدر أصوم أو ما بقدر أصوم. مرضى السكر اللي عنده مضاعفات على شبكية العين فرضا، يفضل أنه هذا يتجنب الصيام إلى أطول فترة. مرضى الضغط اللي ضغطه مو منتظم نهائيا، عنده جلطة دماغية، عنده نزيف دماغي، بأخذ كمان مجموعة من العلاجات، يفضل كمان هذا أنه يتجنب الصيام. يعني بعض الحالات اللي إحنا ممكن بعض المرضى بيجابروا على نفسهم. بالضبط. صن حجات وال مصرين على كبار السن، يقول لك لا بدي أصوم. صحيح. بدي لازم أصوم، ولكن يعني بنهاية هذه صحة الإنسان. ما في شك. وكان في إجاز لهذا الموضوع. صحيح. صحيح. تمام دكتور بشارة، يعني يمكن المائدة الرمضانية يعني فيها يعني مأكولات شهية جدا، وحتى الحلويات يعني، والمأكولات عادة بتكون دسم كتير، ومثل ما حكيت لازم الواحد يعني على فترات بعد الإفطار. نعم. يأكل هذه الوجبات. خلينا يعني هون نتحدث على الأغذية اللي لازم أصحاب الأمراض المزمنة يركزوا عليها خلال هاي الفترة. أول أنا بدي أحكي شغلة، إنه إحنا ما نظن الشهوة بصراحة. كل إشي اشتر جيب اشتر جيب اشتر جيب، وهذا بالمقابل قد ما ناكل يروح كله، بالمقابل نخسره. صح. بشكل عام إحنا كل إشي فيه أملاح، مثلا الزيتون هي مغري، الزيتون مخللات مغرية على فترة الإفطار، بس تحتوي على نسبة أملاح عالية. مرضى الضغط يفضل يتجنبوها، مرضى السكر يفضل يتجنبوها، مرضى أمراض القلب بشكل عام كلها يفضل يتجنبوها. هاي فيها نسبة أملاح، بتعمل ارتداد للملح للسوائل بالجسم، بتعمل انحباسات بالجسم بالسوائل. فمفروض أن نتجنب هاي الأشياء. يعني نكثر ست شهد وأنت الست الفاضلة، نكثر من الخضروات الطازجة، هذه أولا ما بتعمل امساكات. نعم. الفتوش، ما بتعمل اضطرابات في المعدة. تبول و سلطات بالفلفل الاخضر وسلطات بالشكل عام. يعني زيت الزيتون مادة أساسية لكل أنواع الأمراض. احنا نتجنب النشويات، كمية الرز الكثير، كمية البطاطا الكثيرة، نتجنب هاي الأشياء. يعني رمضان أنا برأيي الشخصي وخلال خبرتي البسيطة هي فرصة انه احنا تخفيف الوزن، بدل ما نروح على جيم وندفع فلوس، لا والله انت في بيتك تدخل. فهي فرصه تخفيف الوزن. صحيح. يعني بشهر رمضان، فما نضل نجيب. نعم. وناكل، هذا رقم واحد. التدخين ما نسينا، مشان نركز على موضوع التدخين بشكل اساسي، هو عامل اساسي لكل الامراض اللي بنشوفها. التدخين هو عامل اساسي للسكر والضغط والسرطانات والكل. نعم. بعرف عن بدناش. نعم. ندخل في موضوع، فهي فرصه كمان نحاول
نخفف منه أو نخلص منه بشكل أساسي كمان. هاي الأشياء اللي إحنا بنركز عليها إنه ما ظل الشهوة ونجيب ونحطها الطاولة. ماشي دكتور، الصايم بصير يتشهول، بصير الشهوة. إحنا ما بنوصل هاي المرحلة بصراحة. للأسف عند الأكل على الطاولة يعني بتشبع بسرعة وبتكتشف إنه أنت كنت جوعان. الحد بيكون صحن الشوربة والفتوش والسمبوسة وخلصنا. ما بتاكل شيء نهائيا يعني بهالبرنامج هذا. فإن شاء الله بتكون هاي رسالة يعني إنه تصل للمواطن. إن شاء الله. دكتور في النهاية يعني نتحدث كمان عن هذا الموسم الحساسية والأمراض بشكل عام. كيفية التعامل مع الحساسية اللي بتعاني منها العديد من الناس نتيجة أزهار معينة، بتعرف هلا كل الأشجار عم تزهر، شو رأيك وما نصيحتك؟ هذول مرضى تحديدا مرضى الرو القصبي، مرضى التحسس القصبي، مرضى انسداد القصبات الهوائية. احنا يمكن في فترة الربيع الآن ماشيين والأزهار والأشجار، مع انه في نوع من الحظر إلى حد ما بالتجوال، هذا شوي قد يساعد المواطن يخفف من طلعاته من جياته. هذول انصحهم أول شيء استخدام الدواء بشكل منتظم، استخدام الكمامة، يجى موعدها الكمامة الآن بشكل أساسي لمرضى التحسس، مرضى الربو، مرضى اللي بيعانوا من أي أمراض قصبات هوائية. استخدام الكمامة بس يطلع من البيت يفضل، وشيء أساسي منه بتقييم من الحساسية من أي شيء، دخان السيارات. وبالمقابل إحنا بموضوع الكورونا والكل بيعرف عنها بدناش يدخل فيها، كمان هي لها دور أساسي جدا بأنه تقي. فهي الأشياء الأساسية، التدخين طبعا عامل أساسي، كل مرضى الجهاز التنفسي يفضل أنه يتجنب التدخين إلى أطول فترة ممكن، ما يدخن نهائيا حتى ظل أموره ماشي بالحد المقبول إن شاء الله. يعني هيك إن شاء الله الله بيمد كل الأشخاص بالصحة والعافية يا رب، بالذات بهالظروف اللي عم نمر فيها. ونحن مقبلين على شهر رمضان، كل عام وأنتم بألف خير جميعا. وشكرا دكتور بشارة رئيس قسم الباطني في مستشفى البشير على كل هاي المعلومات اللي قدمت لنا إياها فيما يتعلق بموضوع أصحاب الأمراض المزمنة في ظل هذه الظروف. يعطيك العافية. شكرا لك سيد شاه، شكرا لك سيد أستاذ إبراهيم، شكرا أستاذ مرة ثانية، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وأردنا الحبيب دائما بخير. أعياد مجيدة. الله يرضى عليك، سلمك، وأنتم بخير دائما.